في حملة الحملة أغلقت عددا كبيرا من الكافيهات اللي قالوا عليها إنها غير مرخصة. طب اقعد قول بقى كيف نشأت ومين بياخد فلوس علشان لما يعدي عليهم فيعني ايه ده انت مخالف يعني هيسلم عليه ولما يسلم عليه الفلوس في ايده يعني. كم واحد ارتشى علشان ما هو اصل انا فاهم انه المخالف ده يعني انت مش شايفه تحت الارض مثلا اللي بيعمل هذه المخالفات يعني، انما مخالفات في المباني يعني بالظبط زي ما يعني. هل ممكن مثلا سيده حامل في الشهر التاسع هتبقى ما انت شايف حملها؟ بالتاكيد هتبقى شايف حملها. هل العمارات الشاهقه المخالفه وهل الكافيهات المخالفة دي هتبقى كمان ما انت شايفها؟ لا انت شايفها. طب مطنش ليه؟ علشان المعلوم، علشان الفساد، علشان الرشوة المنتشرة في كل مكان. ولما نقول انه مات محمود بيومي فحملة، اوعوا تعتقدوا انه ده يعني يحسن صورة الـ الحكومة ولا المسؤولين ولا المحافظة، ده بالعكس. ده بيخليني بضبطهم متلبسين بتهمة التقصير، ان انت مستني تحصل مصيبة وتحصل ضجة علشان تطلع بالشكل ده تعمل حملة وتقفل مجموعة من الكافيهات، وبكل بساطة تقول لي اكتشفنا 147 كافيها مرخصا. شوفوا العدد وفي منطقة واحدة، خلي بالكم يعني ده بيتكلم عن منطقة مصر الجديدة يعني. كل ده كل ده وانت ما انتش شايفه؟ لا شايفه، لكن لما بتحب ما بتشوفش، ما بتشوفش. لما الفساد والرشوة بتخلي المسؤول لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، ما هي دي المأساة. لما الناس تستيقظ بعد ما بيحصل مصيبة، فالحقيقة يعني دم محمود بيومي وغيره من الذين سالت دماءهم بسبب المخالفات اللي انا بقول لكم مش ممكن ما تشوفهاش. هي اشبه بسيده حامل في الشهر التاسع، لا يمكن حد، ما فيش اتنين هيختلفوا على ان احنا شايفين حملها يعني. انما عندنا العمارات حامل والكافيهات حامل وباينه وحمل سفاح، ومع ذلك ما فيش حد بنشوفها. امتى؟ لما تجيلهم تعليمات هو ازاي الشاب ده يموت كده، فيبتدي طبعا ايه المسؤولين بقى يلا بقى الهمة وعملنا حملة، وشايف البعض طالع بيتباهى ويفتخر بده مع انه الدماء في عنق كل مسؤول ساب كل هذا الفساد وساب كل هذه المخالفات. وبعدين كمان خدت الصالح بقى بالطالح، يعني ممكن تلاقي في ناس اتظلمت في النص، او انت بتزيل يعني حاجات فقمت مكسر له الكافيه كله. في حاجات بتبقى فيه اسوار مخالفه وحاجات، هنشوف بعض النماذج الان وهنشوف ايضا بعض الاتصالات وهنحاول معاكم نتابع هذه القضيه اللي بتؤكد دائما ان الفساد المنتشر والمتوغل واللي احنا شايفينه قدام عينينا، عمارات شاهقه وهي مخالفه وكافيهات منتشره وهي مخالفه. شفناها امتى؟ لما مات محمود بيومي. كان لازم يموت محمود بيومي عشان نشوفها. ليه؟ لانه الفساد والمعلوم والرشوة بتخلي الناس ما بتشوفش، وبتخلي الناس تتستر على المخالفات والانحرافات. حالة من التخبط والقلق يعيشها أهالي حي النزهة بمصر الجديدة بعد مقتل الشاب محمود بيومي عقب مباراة مصر والكاميرون في إحدى كافيهات المنطقة.
نفذت الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة حملة مكبرة لإزالة كافة الكافيهات غير المرخصة، وقامت اللوردات بهدم واجهات الكافيهات غير المرخصة والتي لا تمتلك تصريح لمزاولة المهنة وتقديم المشروبات. وأفاد شهود عيان أن الحملة موسعة ولكنها لم تهدم كافيه كيف الذي شهد وقعة مقتل شاب أمام خطيبته أثناء مباراة مصر والكاميرون مساء الأحد الماضي. كما استهدفت الحملات إزالة كل أوجه الإشغالات وغلق المقاهي والكافيهات المخالفة، وخاصة بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة. وأسفرت الحملات عن غلق 8 مقاهي بمصر الجديدة، وغلق 9 بالنزهة، وغلق 15 مقهى بمدينة نصر، وغلق مطعمين في النزهة لإدارتها بدون تراخيص.